هذا اليوم. فقرة أرزاق هنمشي نشوفها ونتابعها مع بعض، صناعة الأخشاب، ونعود نتواصل، ما تمشوا بعيد. في مدينة سنجا حاضرة ولاية سنار تمثل صناعة الأخشاب حرفة رئيسة لعدد من السكان، وما أن تذكر سنجا حتى يتبادر للأذهان المنتجات الخشبية التي باتت رمزا من رموز المدينة ومعلما معروفا لأغلب أهل السودان. انتشار الغابات شكل العامل الأبرز الذي جعل إنسان سنجا الأول يفكر في تحويل أخشاب الأشجار لصناعات محلية ضاع صيتها فيما بعد. ويؤرخ للمنطقة الصناعية بسنجا إلى عام 1940 قبل دخول الآلات الحديثة في السبعينات، والتي قلت من معاناة العاملين واختصرت الكثير من الزمن. وتمر صناعة الأخشاب في هذه المنطقة بعدة مراحل، تبدأ بقطع أخشاب الأشجار، وهي مرحلة تتوقف في فصل الخريف بسبب هطول الأمطار الغزيرة وتحول هذه الغابات إلى برك من المياه. وينتظر في المرحلة الثانية تجفيف الأخشاب من خلال رصها بطريقة معينة تضمن سلامتها. على هذه الآلة يعمل عادل لأكثر من 22 عاما غير مكترث لخطورتها، وهي لا ترحم الجماد، فما بال الإنسان الذي يعمل عليها. ويرى عادل أن الظروف الطبيعية أصبحت حائلة أمام توفر الأخشاب التي باتت في حالة ندرة. وما ينتهي عادل من مهمته يكون أحمد على آلة الربو، ويقصد بها المجمع، في حالة انتظار لبدء مرحلة جديدة في هذه الصناعة. هنا في الربو تصنع عدد من الأثاثات من أخشاب الأشجار المحلية، وما استورد من أخشاب يستفاد منها في صناعات أكثر تطورا. والملفت في هذه الورشة هذا الصغير الذي لم يكمل سنته الدراسية السادسة يمارس المهنة كما لو كان يعمل فيها سنين عددا. على آلة المنقار يساعد الشريف والده، غير أنه ينظر لمستقبله بعيدا عن هذه الصناعة. وما بين القطع الجير للأشجار وحاجة الصناعيين لهذه الأخشاب، يقترح هؤلاء إقامة مناطق غابية لدعم هذه الصناعة المحلية التي تلقى رواجا خارج السودان كما يقولون. وتشكل الأعياد السوق الأكبر لهذه المنتجات، وما فاض عن حاجة المدينة ينقل لمدن كوسي وربك والخرطوم.